أنا شايف إن كلام عمي حسام معقول، وأنا موافق على كل طلباتهم، حتى لو هبني لهم بيت جديدة. والله تعال احضرنا يا كبير البندرية، لعلك وعيت وفقت. تعال قول رأيك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسام طلع من ورطته قدام أهل النجع وورطنا إحنا. طب وليه ما تجوزت ناسمة ومناع اتجوز زين أختي؟ كأنك اتجنيت يا أما، عايز بتحسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف أسرارنا وعيوبنا وتنقلها لأهلها وناسها. من أختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف أخبارهم وعيوبهم وتنقلها لأهلنا وناسنا. خلص، مناع كبير عليها وأختك لسه صغيرة. أما ليش شرطت إنها تتجوز مناع مش بكري والد ناجي؟ عمك حب يحط العقدة في المنشار زي ما بيقولوا. كان فاهم ان عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا. وما دام مناع زين ليه ما اتجوزت اختي؟ اختك محجوزه الولد سعفان، وبعدين احنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيله. طب ما تسال اختي، ما يمكن توافق على مناع. تقعد يا همه، ما عندكش احساس عديم النخوه؟ عايز اختك تترمي في بط ولادهم؟ انت ايه، مش هيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمة هتترمي في باطي، وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك اختك الولد عمك. انا بفكر ارد عليهم واقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميله بنت سعدون اللي كان ابوها عشمان يجوزها لك. ياك كنت فاكر انهم هيوافقوا ان انا اتجوز نسمة قصاد ان مناع يتجوز جميله؟ طبعا مش هيوافقوا، لان حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمك صد زينة. وما دمت انا موافق وهما موافقين يبقى خلاص بتمم الجوازة. قلت لك زينة مربوطة بولدي. انت يا عاد ما هتفهمش؟ الاتفاق ده باطل من اساسه. وليه؟ افهمك ليه. اي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وانا كنت مؤنون. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده اساسا باطل. وتصغرني قدام اهل الناجح يا ولد ابوي. معلش يا اخويا، معلش. تحمل انه بادي عشان نوصل لمرادنا. بعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته وانا وافقت عليه. معاك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجح. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمه خلاص؟ إذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون، إحنا ما بنطلعش بناتنا برا. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا برا ولا جوا. أنا طالع أنام، بلا جواز بلا خوته. هأهملك أنا كبير وأروح أطمن على الرجالة وهم بيشاونوا الحشيش. بلاش يا دياب، بلاش تروح تجر شكلهم، تعرف هرد حسان هي اللي بتوزن وتشوي. لا لا كبير، لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم. بالاذن يا كبير البندريه. يا ابوي. الو، مين اللي معاه يتكلم؟ ده منزل الباشمهندس مناع حسان. ايوه، وانا السكرتير بتاعه الخصوصي. انت مين وعايزاه في ايه؟ وانت مالك؟ الدهولي يكلمه. طب هو نايم وما اقدرش اصحيه غير لما يصحى هو بذات نفسيته لحسن طين عيشتي وعيشت ابوي. طب متشكر، هكلمه مره تانيه. طب اقول له مين اللي اتصلت ولا اقول له واحده وخلاص واسيبه هو يخمن؟ هو في ستات كتير بيكلموه ولا ايه؟ لا لا لا، ويمين الله انت اول حرمه هتتكلم هنا من سنين، وعشان كده هو هيستغرب وهيسالني ويقول لي مين اللي اتصل يا حصاوي. خلاص ما تقولش حاجه، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. احرق ابو اللي جابك، صوتك يصح الميتين. مين اللي كان بيتصل؟ واحده اتصلت وما قالتش اسمها وقالت لي ما اقولكش. هو انت هتسافر ولا ايه يا سمناع؟ ايوه، رايح مرات بره غيب كد اسبوع واجيب طلبيه عجول. عايزك تفتح عينك للمزرعه زين، واي حاجه تحصل في غيابي تبقى تبلغني لما عاود، فاهم؟ حاضر يا سمناع، تروح وتيجي بالف سلامه. وبقى روح الحلاق خليه يشيل الهباب اللي في وشك ده.
اشيل شنب يا سمناء؟ هو ده شنبك؟ صدق طول العمر ده فاكره شعر مراخيرك. روح 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 اعمل لي شاي ولا حاجه. حاضر يا سمناء. يخرب بيتك بتتنفس ازاي منه ده؟ مين اللي اتصل؟ مين اللي اتصل؟ ها نمره غريبه. الو الو. ايوه مين؟ انا مناع حسان. اهلا اهلا باشمهندس مناع. وانت عرفت نمرتي منين؟ التوفيق به. اصلي طلبت النمره وانا في البنك عشان اتابع حسابي واللازم منه. اهلا بيك. لا انا تحت امرك يا مناع بيه. انت تتصل في اي وقت. ربنا يخليك يا بيه. مع السلامه. مع السلامة. بإن البنت اتصلت من ورا أبوها. مين ده يا أبوي؟ ده مناع بيه المليونير إياه. جاب نمرة بيتنا كيف؟ وعاوز إيه؟ عندك أي فكرة؟ أنا؟ فكرتي؟ قصدك إيه يا أبوي؟ لا قصد ولا حاجة. مش فاهم. إيه ما أنتش فاهمه التوفيق؟ مين كان بيتكلم يا نورهان؟ عميله بيتكلم في مصلحة. مش عارفة أبوي مكبر الموضوع ليه. عن إذنكم أنا طالعة نام. في الحاجات دي أوكي؟ لو في أي حاجة أنا هنا. ألو مين معايا يا فندم؟ لا بلاش كده، ما تغيرش قواعد اللعب. عرفتك، انت مدرسة الالعاب بتاعت وائل. شوفي يا ابله، انا طول عمري جد وماليش في اللعب. هو اللعب عيب؟ بالعكس، اللي ما يعرفش يلعب ما يعرفش يعمل اي حاجه. عموما انا مبسوط انك اتكلمتي اخيرا، فتحت الحيطه السد اللي قفلتيها في وش المكالمه الاولانيه. أولاً عايزة أشكرك إنك ما قلتش لبابا إني كلمتك. ثانياً أنا بعتذر عن قلة زوجي معاك لما كنت حضرتك بتكلمني يوم ما كنت في المطعم بتاكل. خلاص يا ستي صافي يا لبن. أصلاً يعني في كل سنين دراستي كنت ماشي جنب الحيط زي القطر، ما كانش عندي غير هدف واحد، أمسك الشهادة. عشان كده ما كنتش شايف حد من الزملاء ولا الزميلات، هتلاقي كلامي يعني مخلبط حبتين، بس قلبه ابيض زي الفل. لا ده باين خالص. اخيرا كلمه حلوه تبل الريق. والله انا مع عدوانية خالص، بس انا عذراء. عذراء؟ عذراء كيف يعني؟ ايه الكلام ده؟ عقلك راح فين؟ انا برج العذراء، يعني رومانسيه وواضحه